رغم الضائقة المالية الكبيرة التي تمر بها الرابطة المحترفة للعلم، يعني 3 سنوات ولا سنتيم دخل من البث التلفزيوني، يعني الحقوق البث التلفزيوني اللي هي أموال الأندية، كذلك من الراعي الرسمي اللي كان سابقا للبطولة اللي هو موبيليس، كذلك فيه تأخر، يعني ما كانش عائدات للرابطة المحترفة، ولكن الرابطة المحترفة ما عجزش على تأدية المهام تاعها. الحكام خالصين إلى آخر جولة، المحافظ اللقاءات والكوفيد ماناجر خالصين حتى آخر جولة، والرابطة يعني عندها حكم نهائي أقل من يعني أكثر من 26 مليار وشي حاجة. هذه الحقوق تاع البث التلفزيوني تاع الجزائر تي في سابقا، والحمد لله رب العالمين لو جوجمون ولا غروس رام كاينين، يعني باقي التنفيذ والامور راهي في الطريق يعني حسنه. حنا اكيد نطالب بحقوق، وهذا الحقوق طالبنا بها كي كانت هذه المؤسسه واقفه على رجليها.